البديع. اهلا اهلا اهلا، صباح الخير يا استاذ بهجت. صباح الخير، تعال همسك. اخلص الحصه واجي لحضرتك. تحب نتكلم هنا قدامهم؟ لا 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 لا. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان. مستمرين معكم في تغطيتنا الخاصه بدراما رمضان، واللي انطلق رسميا مع بدايه الشهر الفضيل. كل عام وحضراتكم بالف خير. ومن ضمن المسلسلات اللي اظهرت نجاح كبير بعد عرض الحلقه الاولى هو مسلسل عتبات البهجه للنجم الكبير يحيى الفخراني، واللي تصدر ترند موقع اكس. احنا بيشرفنا ان يكون معانا الكاتب والسيناريست الكبير الدكتور مدحت العدل، مؤلف مسلسل عتبات البهجه. دكتور مدحت، مرحب بحضرتك معانا على شاشه التلفزيون اليوم السابع. اهلا وسهلا بحضرتك وكل المشاهدين والمستمعين في اليوم السابع. اهلا بحضرتك. وفي البدايه حابين حضرتك تكلمنا اكتر عن مسلسل عتبات البهجه، الفكره جت لحضرتك منين واستغرقت معاك قد ايه في الكتابه؟ هي الفكره الحقيقه هي روايه للاستاذ الكبير ابراهيم عبد المجيد عتبات البهجه. انا يعني قريتها من زمان وكنت متيم بيها يعني بالمعنى الفلسفي وكده. لما اتفقنا ان احنا نعمل مسلسل مع الدكتور عبد الفخراني، ودي اضافه ليا وللاستاذ جمال عدل او العدل جروب، انا فكرت في الروايه فورا يعني. بس هي الروايه طبعا يعني تقرا، لكن عشان تتعمل تلفزيون لازم نعاد صياغه حاجات كثيره جدا فيها عشان تبقى يعني تشاهد تلفزيونيا. مجهود كبير تم بذله في الفتره الاخيره. بالظبط، لان الروايه شبه فلسفيه. فهي محتاجه عشان تقرب من الناس تقدم ازاي الفلسفه اللي يقصدها الاستاذ ابراهيم عبد المجيد بشكل بسيط للناس، وعلاقه الاجيال القديمه بالاجيال الجديده. ده اللي انا حاولت، عشان كده انا كاتب رؤيه تلفزيونيه، لان انا استحدثت شخصيات وعملت حاجات يعني مختلفه شويه عن الروايه، لكن روح الروايه نفسها ما زالت موجوده. ده كلام جميل جدا دكتور مدحت. يعني الحقيقه احنا سعدنا النهارده بالحلقه الاولى وعوده عملاق الدراما المصريه الفنان القدير يحيى الفخراني للظهور على الشاشه مجددا بعد اخر عمل كان نجيب زاهي زركش. بخصوص عوده بقى عملاق الدراما المصريه الفنان الكبير يحيى الفخراني، حضرتك شايف ازاي عودته من خلال هذا المسلسل الموسم الجاري، وابرز الصعوبات اللي ممكن تكون واجهت حضرتك في بدايه كتابه العمل للفنان يحيى الفخراني؟ الحقيقه يعني دكتور يحيى الفخراني انا عملت معاه مسلسل واحد اذاعه قبل كده، انا دي اول مره بتعامل معاه تلفزيونيا. وعايز اقول ان الدكتور يحيى الفخراني بجد مش بقول هذا الكلام يعني لا مجامله، ولا دكتور يحيى الفخراني ساحر. ساحر في الاداء، اولا قمه اللياقه الذهنيه وقمه اللياقه البدنيه رغم العمر، وقمة الذوق والأدب ومفيش حرف يتغير لما يرجع ويسألني، وتناقشنا كتير جدا في الشخصية وفي الرواية وكاركتر بروفايل. يعني بص، جيل من الممثلين من الأجيال العظيمة في التاريخ، وأي حد من الممثلين كان بيسألني أقول له خد من أداء الدكتور يحيى الفخراني. يمكن ده سر نجاح الفنان القدير يحيى الفخراني على مدار عقود طويلة في الدراما والسينما. يعني انا مش عايز اقول لك مدى المتعه اللي انا بشوفها وانا بتفرج عليه في المشاهد اللي انا كتبتها. وطبعا عايز انوه ان المسلسل فيه سيناريو حوار اصلا لورشه بتاعتي اسمها ورشه حواديت، دول من الطلبه بتوعي ماسكها الاستاذ احمد البوي اللي هو مخرج اللي عمل معايا تشارلي شابلن، وفي ثلاثه مهمين جدا جزاوي وشميه واستاذه ثانيه. كنا مع بعض يعني ورشه مهمه جدا اضافوا للموضوع شباب ومتحمس وجميل، عشان برضو الواحد لازم يجيب سيره كل الناس يعني. طيب يعني كمان المسلسل عمل حاله مختلفه بعد 16 سنه، يعني بنشوف المخرج الكبير طبعا مجدي ابو عميره مع الفنان يحيى الفخراني. كان اخر عمل عملوه كان في 2007 كان يتربى في عزه، او نجاح كبير وقتها كده، لقى نجاح مرعب يعني الحمد لله. طبعا الملك ده عنده تفاصيله صغيره وعنده اهتمامه بكل شيء، وانا شخصيا اول مسلسل تلفزيوني عملته الحمد لله برضه نجح نجاح كبير، كان مع الاستاذ مجدي ابو عميره، كان محمود المصري مع الاستاذ محمود عبد العزيز. صحيح رحمه الله، ولقى نجاح برضه هايل جدا. فانا بحب شغل الاستاذ مجدي وبحب اهتمامه بالتفاصيل، وبحب الحاله الحميميه اللي هو بيعملها معكم، بيعرف يعمل حاله حميميه معكم. والحقيقه ده اللي احنا حاولنا نعمله في عتبات البهجه،
ان احنا نبقى قريبين من الناس وما يحدث في بيوت الناس يعني. طيب النهارده تعرضت الحلقه الاولى من المسلسل وبدا يبقى فيه اراء ايجابيه كبيره من الجمهور، وفوجئنا كمان يعني بعد المغرب بساعات قليله المسلسل بيتصدر ترند موقع اكس تويتر سابقا. استقبلت ازاي اراء الجمهور والشغف والاهتمام والحب الكبير للمسلسل؟ طبعا انا يعني طبعا بتمنى الناس اللي تفضل حاطه الحلقات الاخر الناس تتفرج وتشوف وتحس، وان شاء الله نفضل كده لغايه اخر الحلقات يا رب ان شاء الله. انا سعيد حقيقي بوجود حضرتك معانا وسعيد بالمسلسل، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا، اتفضل. تحياتي لحضرتك. كان معانا ومعاكم الدكتور مدحت العدل، حديث حول مسلسل عتبات البهجه للفنان القدير يحيى الفخراني، المخرج الكبير مجدي ابو عميره. بشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء. أمرني يا أستاذ بهجت خير، إيه الحاجة المستعجلة؟ محتاجة 40,000 دلوقتي. 40,000 جنيه؟ مرة واحدة؟ هجيبهم منين دول؟ ما تخليش أقول لك نعمل جرد ونشوف هتقدر تجيبهم ولا لا يا عبد بديع.